من جديد بجد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى، مشرفنا ومنورنا المحلل الرياضي المتألق والكبير الكابتن تامر صقر. كابتن تامر، بتشرف دايما بوجود حضرتك معايا. الشرف لي يا حزوم، وحشني، بقالنا فترة ما طلعناش مع بعض. كنت مسافر انت يا كابتن. كنت مسافر. كل سنة وانت طيب، وكل سنة وزملكاوية والشعب المصري كله بخير يا رب. هبتدي معاك من عند صبحي حارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي في أولى تصريحاته بعد توقيع العقود لاستمراره داخل جدران القلعة البيضاء. معانا هنا في برنامج أخبارنا في أول ظهور إعلامي ليه بعد توقيع العقود، واخد من حضرتك عنوان عن تصريحاته. أعتقد نجاح كبير لمجلس الإدارة أنه يعني يتفق مع محمد صبحي ويجدد عقده، لأن محمد صبحي هو الحارس المستقبل. يعني أنا راجل حتى بحلل بقالي 6 سنين. محمد صبحي ليه أخطاء طبعا، هو حتى سمعت المكالمة بتاعته معاك، هو بيعترف باخطائه. في طبيعي ان اللعيب بيبقى ليه ابس اند داونز، ساعات بيبقى في فتره مش مركز، كان مثلا موضوع تجديد العقد واخد حبه من تركيزه. فاعتقد محمد صبحي مستقبل كبير للزمالك او للكره المصريه، ومش هو بس، هو ومحمد شحاته. انا بشوف الصفقتين دول بالنسبه لي صفقتين ناجحين جدا. صحيح. محمد شحاته انا متوقع له ان هو هيبقى في خلال سنه او سنتين احسن لعيب في مصر، لانه لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، بيلعب في اماكن كبيره جدا. فمحمد صبحي اعتقد في ظل ازمه كبيره قوي الزمالك برضو يعني محتاج ان هو على الاقل كان جمهور الزمالك يبقى ضامن ان هو يجدد مع محمد صبحي او محمد عواد. انا طبعا وجهه نظري ان محمد صبحي المستقبل سنه اصغر، فكان هيفيد الزمالك فتره اطول. فاتمنى له ان هو ان شاء الله يركز بقى الفتره اللي جايه، خصوصا ان هو رجع تاني بيحمي عرين نادي الزمالك. فاتمنى له التالق الفتره الجايه ان شاء الله. فيما يخص فتره او عصر الاحتراف زي ما بنقول، لما تشوف دلوقتي لعيب بقيمه محمد صبحي، راجل اتولد كبير كحارس دولي لمنتخبنا الاولمبي في 2019، ياخد احسن حارس في البطوله، ثم الانضمام للمنتخب الاول، وبيتالق في اخر فتراته مع نادي الزمالك، وراجل يقول لك انا وقعت على بياض. ما ده حب الزمالك. يعني معظم اللعيبه المتالقه اللي كنا بنتكلم على زيزو وعلى فتوح وعلى شيكابالا وعبد الشافي، في ناس كده بتبقى انت عارف ان هم ما يقدروش يلعبوا في اي نادي في مصر غير نادي الزمالك. فاعتقد ان ده حب لنادي الزمالك، ده بيدي ميزه لاي لاعب ان هو بيلعب في النادي وهو عنده حب. حتى لو سابه كلعيب هيفضل طول الفتره هيبقى مشجع ليه. ف يعني حاجه لطيفه منه. انا اتوقع ان محمد صبحي الفتره الجايه هيتالق، لان الفتره الجايه فيها خلاص احنا داخلين على بطوله افريقيا في المغرب، عندنا كاس عالم في 2026 قرب، فلازم الفتره اللي جايه يتالق عشان يبقى احد الثلاث حراس الموجودين في البطوله. في الحقيقه كابتن، هو وعد نادي الزمالك او وعد جمهور الزمالك بحاجتين. اول حاجه هي تحقيق والقتال من اجل لقب السوبر الافريقي، ثاني حاجه الظهور بنسخه كبيره ونسخه فيها العديد من الفنيات والتالق في صفوف نادي الزمالك كعاده صبحي. في الحقيقه نتمنى طبعا الفريق، انا شايف ان الفريق الفتره اللي جايه بيتحسن بصوره كبيره جدا. في بعض الاخطاء بس جوميز بيحاول يحلها. بس شفنا تطور كتير قوي في الفرقه، شفنا في لعيبه كتير قوي بقت بتعمل حاجات ما كانتش بتعملها الفترات السابقه. فاتمنى ان هم يبقى في تركيز، لان البطوله مهمه. تتكلم في مباراه مع الغريم المنافس ليك، سواء محليا او قاريا، ان انت تكسب اعتقد دي هتبقى هيفرح جمهور الزمالك السنه دي، خصوصا ان السنه دي النجاحات اعتقد انها افريقيه. يعني محليا لغايه دلوقتي بنسبه كبيره صعب ان انت تحرز دوري السنه دي. كاس مصر لسه في فتره كبيره قوي لغايه ما يتلعب وتوصل ان شاء الله للفاينل وتاخده. فاتمنى ان السوبر افريقي ده يبقى اول بطوله جمهور الزمالك، لعيبه الزمالك يصالح جمهورهم على ضياع بطوله الدوري اللي بنسبه كبيره هيضيع. ممكن يا كابتن، انت مثلت نادي الزمالك في سن صغير، بتشوف ان وجود صبحي في نادي الزمالك في سن صغير والمنتخب الاول في سن صغير ده، او تراكم هذه الخبرات في هذه المرحله العمريه، بتشكل حارس مرمى كبير في المستقبل؟ طبعا بتفرق لما انت بتكون في النادي من صغرك وشايف الاحداث ومتواجد مع اللعيبه الكبار وبتشوفهم متعاصر كذا جيل، متعاصر
عصر كذا جيل اكيد غير لما تبقى بتتربى في نادي تاني اصغر من نادي الزمالك وبعد كده بتروح نادي الزمالك وانت كبير. دايما يقول لك بتدي خبرات طبعا كبيره يعني. الحارس يستوي سن 30 سنه ولكن صبحي دلوقتي بتتكلم في 25 سنه تقريبا او 26 سنه. هو ابتدى بدري ولعب ماتشات كتيره واخذ فرصه حتى في بطولات مهمه في افريقيا لما حصل كذا اصابه ان هو قدر يلعب اعتقد البطوله الافريقيه السابقه او اللي قبلها. فكل ده هيدي له خبرات كبيره. تخيل بقى زي ما انت قلت لما يوصل ل 30 سنه ولا حاجه و30 بالخبرات دهيت خصوصا ان هو عنده موهبه في الحقيقه. حارس موهوب يعني. من الحراس يعني احنا اصل الحارس الموهبه دي بتبقى قليله جدا يعني شفناها زمان. انا كان على جيلنا كان نادر ساي كان حارس موهوب. الفتره السابقه كنا بنتكلم على احمد الشناوي ان حارس عنده موهبه. صحيح. فان يطلع لعيب عصام الحضري برضه عشان بيزعل. وعصام الحضري طبعا لا عصام الحضري صوره حراسه المرمى في مصر يعني طبيعي بانجازاته اللي عملها اكيد راجل هيفضل رقمه ان هو كابتن عادل مأمور. طبعا كابتن عادل مأمور وكابتن حسين السيد. صحيح. وكابتن ايمن طاهر في حراس مرمى كبار. نعم. كتير قوي جم على يعني حرسوا عارين نادي الزمالك. شفت مباراه سيراميكا امام الزمالك ازاي؟ شفت المباراه فيها ايجابيات كتيره جدا وفيها سلبيات كتير قوي. سلبيات ان انت عندك بقى عندك مساحات وكل مره انا مش عايز اتحامل عليه بس انا لا حسام عبد المجيد مش عايز اتحامل عليه بس انا عارف ان هو عنده اكتر من كده. انا ما اعرفش الفتره السابقه بيحصل اخطاء سواء في تغطيه الاوفسايد سواء في الالتحامات سواء في فاتمنى ان هو يرجع خصوصا ان هو داخل على بطوله مهمه حازم اللي هي اولمبيكس. فاتمنى ان هو يرجع لمستواه لانه انا عارف لو انا عارف ان هو ما عندوش احسن من كده ما كنتش نصحته. صحيح. ولكن اتمنى الفتره اللي جايه لان كل مباراه بيبقى عنده خطا مش راضي يتعلم منه خطا متكرر. فاتمنى ان هو يرجع لمستواه الجيد لان في الفتره السابقه في لما كنت طلعت معاك كنت قلت لك في ثلاث ماتشات كان اعتقد في وسطهم مباراه الاهلي كان متالق فيهم. بعد كده رجع تاني مستواه نزل وبيتسبب في اخطاء كبيره بتسبب في اهداف في نادي الزمالك. ولكن هجوميا الزمالك قوي جدا يعني احنا شفنا تطور عند مصطفى شلبي. جوميز عاجبني في حته ان في الشوط الاولاني شفنا الجون الاولاني لزيزو اللي بيرفعه مصطفى شلبي كان على طول بيبقى قطع على طول بيبقى جناح وعمره ما كان بيلعب بدماغه. ان هو يبتدي ان هو يزيد مع الراس حربه كراس حربه تاني ويجيب الجون الاولاني بدماغه اعتقد ده اكيد من اسرع ثلاث اهداف لنادي الزمالك في الدوري هذا الموسم. هو مصطفى على طول بيحب البدايات. بص عليه في الماتشات على طول ليه مساهمات تهديفيه مجمل الاعمال مش طبيعي ان كل ماتش حتى لو هو مش في احسن مستوياته وبيعمل اسيست او بيجيب جون ده نجاح لي. فاتمنى ان الناس تبطل فكره الهجوم علشان بس ان اللعيب بيلعب في فرقه منافسه. نضاي انا شايفه برضو اعتقد ان هو في كلام ان هو هيجدد. انا بشوفه لا من الصفقات الجيده لو انت اديته فرصه ويبقى بديل كويس حتى انا ما عنديش معلومه بصراحه هل هو هيجدد ولا مش هيجدد حتى الان يعني كان في كلام بيتقال ان هو هيجدد بنص عقده اساس انه عايز يكمل في الزمالك. انا بشوفه لعيب اتظلم في حته ان هو يلعب باك ليفت بس لو كل ما بيلعب جناح بيلعب مؤثر على الجون بيجيب اهداف بيلعب بدماغه كويس. فوجوده خصوصا ان انت مش ضامن ان انت تجيب لعيبه في افضل انت عندك خمس لعيبه جايب اربعه دلوقتي والخامس مش موجود. فانا شايف الافضل ان انت تشوف يا اما لعيبه عندك ممكن تستفيد بيه يا اما لعيبه في مصر. يعني انا عندي اتنين لعيبه انا بشوف الزمالك لابد ان هو يفكر فيهم لعيبه. انا يعني انا بقول لك انا بحلل مباريات الدوري. صديق جولا شفنا امبارح مستواه عامل ازاي لعيب بشوفه ان هو من افضل اللعيبه الموجوده في الدوري المصري. وياو النور اللي هو لعيب البنك الاهلي الاثنين دول انا بشوف ان الزمالك لازم يفكر انه ممكن يحاول يتعاقد معاهم لان هتبقى ضامن ان هو عايش اجواء الدوري المصري وضامن تالقه. لان ياو النور مش في البنك الاهلي بس ياو النور من الاسماعيلي هو كان سبب من اسباب بقاء نادي الاسماعيلي في الدوري الممتاز. فصديق جوله في سموحه هايل في اسمه ايه ده سيراميكا حاليا هايل. فاتمنى ان المجلس الاداره يفكر فيهم. فيعني انا بشوف ان لعيبه الزمالك مع وجود كمان تالق عبد الله سعيد الفتره السابقه مع وجود ناصر ماهر لعيب مهم جدا مع تالق عمر جابر مع محمد شحاته
اتمنى ان الزمالك الفتره اللي جايه يظهر ويبقى فيه مكاسب، خصوصا المكاسب دي هتدي ثقه كبيره جدا للعيبه قبل مباراه السوبر افريقيا. ازاي جوميز يقدر يبني بقى على هذا الفوز ويستغل المكاسب؟ يمكن حضرتك اتكلمت في العديد من الامور فيما يخص النواحي الفنيه، وايضا تطرقنا للسلبيات، ففيما يخص بقى المكاسب جوميز يتعامل ازاي مع هذه المكاسب او كيف يستفيد منها؟ فرصه ان انت كمان بقيت تستفيد بلعيبه في مراكز معينه. انت عندك كان عندك مشكله في الباك ليفت وفي راس حربه، شفنا الماتش اللي فات محمد عاطف نزل قدها بصوره جيده، وواضح انه لعيب خامه كويسه، يعني زي ما انت عملت فكره عبد الله سعيد عبد الله جمعه ايام جروس ان هو باك ليفت، انا بشوف محمد عاطف كمان عنده البنيان الجسماني وراح المنتخب وهو باك ليفت وراح المنتخب فتخيل بقى بنيان الجسماني اطول منه اقوى منه، شكله كمان شويط، يعني لعيب لمسته الكوره تحسسني ان هو ممكن يبقى بديل لفتوح جيد جدا. فاتمنى ان محمد عاطف يبقى هو يلعب كتير في المركز ده. عمار ياسر، عمار ياسر بص يا حازم، الواضح ان الزمالك عنده كنز من الناشئين، لان كل فتره بيطلع اثنين او ثلاث لعيبه انا بشوف ان هم امكانياتهم عاليه جدا وممكن يلعبوا حاليا في نادي الزمالك كفيرست تيم. يعني شفنا عمار ياسر لعيب راس حربه طويل جدا، لمسته الكوره كويسه، شفنا في الجون الرابع ازاي الثبات ان هو ياخد الكوره ويجري لغايه نص الملعب ويستنى يلعبها في التايمنج الصح قبل ما تبقى اوف سايد لناداي. فاتمنى بقى الفرصه الفتره اللي جايه اللعيبه دي، لان اللعيبه دي مش هتكبر الا مع لعيبه كبار، لازم يستفيدوا من عبد الله سعيد، من شيكابالا، من عبد الشافي، من الونش، فمن اوباما، فمن عمر جابر. فاتمنى ان يبقى في فرص كتيره. احنا شفنا احمد رفاعي موجود لعيب كويس وهتستفيد بيه الفتره الجايه، انت ما عندكش سنتر باك في الفتره اللي جايه خصوصا مع سفر اسامه عبد المجيد مع منتخب مصر في الاولمبيكس. عندك شفنا امبارح احمد مجدي برضه اعتقد ان هو قلب دفاع كان في الاحتياطي، شفنا الماتش اللي قبليه محمد السيد. فاتمنى الفتره الجايه تبقى فرصه للناشئين ان هم ياخدوا فرصه مع الفيرست تيم. في ثلاثيه كده كومبو لارج جوزيه جوميز عاملها في نص الملعب، ناصر وعبد الله ودونجا، بتشوف الكومبو ده ازاي؟ ناجح حتى الان، ووجود دونجا كمان انت ممكن تستغل، لو دونجا مش موجود في اي فتره ممكن يبقى شحات او زياد كمان في المكان ده، يعني انت ساعات بيبقى فيه ايقافات او اصابه. فاحنا عملنا ثلاثي متفاهم جدا، دونجا بقى اولا بيسدد كويس قوي وشفنا بيزيد حتى في الهجمات، باصاته اتحسنت كتير قوي، هو طبعا اقوى واحد في موضوع ان هو يبقى رقم سته في الالتحامات ويبقى مامن المنطقه دي، والفوت ورك رهيب هايل، وعنده الارتداد الدفاعي هايل حتى لما بيزيد بيبقى عنده سرعه. عبد الله سعيد البلاي ميكر اللي انت محتاجه، ساعات بتحتاجه 10 وساعات بتحتاجه 8، بس مع وجود موهبه زي ناصر ماهر، مع كمان وجود كان احمد حمدي، مع وجود اوباما، فطبيعي ان انت تستفيد من عبد الله سعيد كرقم 8. وانا بشوفه فكره ايام لما كان طارق حامد وفرجاني ساسي، انا شايف نفس الفكره مع دونجا وعبد الله سعيد. عبد الله سعيد الباس بتطلع منه صح من نص الملعب، فتبقى ضامن الكره ما تتقطعش عليك، تعمل هجمه مرتده، مع بقى وجود البلاي ميكر اللي هو ناصر ماهر اللي هو بيعرف يزيد وبيعرف يسدد وبيعرف يخترق الدفاع. فانا شايف ان الثلاثي ممتاز مع وجود زيزو، مع الناحيه الثانيه مره نضاي مره مصطفى شلبي، راس حربه دلوقتي بتستفيد باوماما مع عدم وجود سيف الجزيري. فانت هجوميا مفيش قلق عليك، هي مشكله بس ان انت عايز يتم تصحيح بعض الاخطاء الدفاعيه اللي بتسبب في اهداف بتخش في مرماك. طيب فيما يخص الغيابات، شايف ان جوميز قدر ان هو يتعامل في ايجاد البدائل في ظل الغيابات الكبيره اللي بيعاني منها نادي الزمالك؟ اتمنى ان هو، قلت لك احنا اتكلمنا في موضوع السنتر باك الفتره الجايه هيبقى لازم يوجد البديل، مش هيبقى فيه لو لسه خلاص في اخر فترات التاهيل، بس بيبقى بعد سنتين صعب قوي تدخله في مباراه مره واحده، يعني احسن ان انت تنزله تدريج. مره ربع ساعه، مره ثلث ساعه، صعب قوي ان انت خصوصا في مباراه في اخر الدوري بتبقى الفرق محتاجه منك، محتاجه نقاط، فالمباراه بتبقى حماسيه وتبقى صعبه. فاتمنى ان الونش يخش واحده واحده، ان هو يبتدي ان انت تحضره الماتش السوبر. بس رد قوي يا كابتن ان انت بيغيب عنك المهاجمين الاساسيين بتوعك وبتقدر تجيب 4 اجوال وبتطلع لعيبه، وانت لو كان دول موجودين ما كنتش عمر ياسر ما هنشوفه، فانت فرصه ان انت تستفيد. ده بقى ده فكر جوميز، يعني ده فكره ان انت تلحق تطلع ناشئين وانت عندك غيابات. بحييك يا كابتن في الحقيقه. افضل من ان انت تبتدي
تحاول اسمها زي ما بنقول تجيب لعيب تاني في مكان اوباما لعبها كتير، ولكن ما دام عندك راس حربه بتطلع راس حربه زي عمار ياسر شفناه، وشفناه في المباراه الوديه لما جاب جول في اهلي جده. يعني لعيب كويس يعني، وما عندوش رهبه ان هو بيلعب في الزمالك، فاعتقد ان ودي ميزه زي ما انت قلتها ان هو طالع من نادي الزمالك مش جاي من بره. صحيح. طيب فيما يخص محمد شحاته، شفت ازاي اداؤه في مباراه سان داونز؟ انا قلت لك محمد شحاته ان انت فجاه تكتشفه في الباك رايت ويحل لك مشكله، انت كان عندك مشكله في الباك ليفت اضطريت تودي عمر جابر ناحيه الشمال، يعني عمر جابر افضل من هيلعب مكان فتوح في الحته دي. فمحمد شحاته لعيب بس بتفتقده هجوميا، محمد شحاته عنده مميزات وامكانيات هجوميه شفتها مع المنتخب الاولمبي، ازاي ان هو بيسدد كويس قوي، ازاي ان هو بيزيد. فاتمنى ان يرجع الفرقه كلها عشان يبتدي يرجع محمد شحاته يلعب في المكان الاصلح ليه. ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك، او مين اكتر لاعب لفت انتباهك في مباراه سيراميكا؟ لا يعني كان في كم في لعيبه طبعا ما كانوش في مستواهم، ولكن في لعيبه ادوا بصوره جيده. يعني عجبني زيزو نضاي، زيزو كان هايله واخد نجم المباراه، الراجل عامل 2 اسيست وجايب جون، فاكيد كان مؤثر جدا حتى في معظم فترات المباراه كان مؤثر. طب ثواني بقى عشان حضرتك اتكلمت في جزئيه هامه واحنا بنتكلم كده في النص، وانا لازم اوقفك شويه. نضاي حضرتك قلت انه عوده نضاي لمركزه الاساسي كان سبب من اسباب نجاحه، ووجوده في مركز الباك ليفت كان سبب الانتقادات اللي بتوجه ليه. دي حقيقه، لان معظم المباريات اللي لعب فيها كهاف رايت او هاف ليفت كان بيأدي بيها صوره جيده. شوف ان جوميز من المدربين الفنيين اللي بيجيد قراءه المباريات، عشان كده في الحقيقه دايما بيكون موفق في تغييراته. انا بشوف ان هو مدير فني جيد حتى الان. انا صحيح. بشوف ان في لعيبه اتطورت معاه بصوره كبيره جدا. في اكيد بعض الاخطاء زي اي مدير فني بيبقى فيه بعض الاخطاء. يا كابتن الناس بس بتطلع بتقول لك ان احنا هنا عشان احنا قناه النادي فبنشيد باللعيبه والمدربين. حضرتك برضو راجل محلل في الدوري المصري الممتاز ولك باع كبير، فانا عايز بكلمك في صراع بجد ان هو لازم يعني الواحد بينتقد برضو. صحيح. لان في الاخر ما دام انت بتنتقد للصالح العام. صحيح. انا ببقى عايز الصالح للعيب والنادي، مش اللي انا عايز انتقده. انا عايز حضرتك تقول سمات المدير الفني الكبير وايه اللي بينطبق على دوت مع جوزيه جوميز عشان نكون بنوضح للراي العام الزملكاوي كل شيء. يعني عنده ميزه لو احنا مثلا هنقارنه باسوريو اللي قبليه. اسوريو كان عنده مشكله ان هو بيضيع 45 دقيقه من المباراه كل مره بتشكيل خاطئ، ويبتدي يعدل في الشوط الثاني يبان الزمالك احسن. بيقرا المباراه في شوط كامل. فبنتكلم نقعد نقول اصل عمل تغييرات صح في الشوط الثاني عدل. لا، انت في الاخر المدير الفني الذكي ان يعرف تشكيل الصح وبيحط السيناريو في دماغه في صحيح. كل حاجه هتحصل لو انت في يبقى اذا التشكيل دي واحده من النقاط اللي بتنطبق على جوميز. حاطط سيناريوهات لكل الاحداث، سواء هنا قراءه المباراه. قراءه المباراه من ناحيه ايه بقى؟ ان انت بتبقى حاطط سيناريو المباراه، لو انت حصل اتحسب عليك بينالتي ودخل فيك جول، حصل ان اتطرد منك في اول 5 دقائق 10 دقائق لعيب، حصل العكس اتحسب لك انت بينالتي ولا بطرد وبتلعب اشرف، انت ازاي تحط سيناريو ومحضر اللعيبه ومحضر تغييراتك لو حصل ايه ممكن اعمل ايه؟ ده مدير فني ناجح بيبقى قاري المباراه زي ما بنقول، قاري المباراه قبل ما تتلعب. التبديلات طبعا في الشوط الثاني انت تبقى شايف ايه الاخطاء اللي بتحصل. ايجاد البديل. ايجاد البديل طبعا الأخطاء. ده مهم لان ده بيصحح اخطاء في الملعب، لان انت ساعات ممكن برضه بتبتدي صح واللعيب عنده سوء حظ ولا سوء اداء، فبتضطر ان انت تعرف تعدل سواء بقى جوه الملعب او بتغييرات من بره الملعب. فالتحضير بقى النفسي والتحضير البدني والتعامل مع اللعيبه، لان انت كل لعيب انت بص. اذا كل هذه الصفات بتنطبق على جوزيه جوميز، عشان بس نكون واضحين احنا هنا ليه بنصنف جوزيه جوميز انه مدرب كبير. انا بكلمك على المدير الفني الناجح المفروض يبقى. صحيح. لو قعدت بقى كل نقطه تجيبها على جوميز هتلاقي ان هو بيتعامل نفسيا. صحيح. مع لعيب كويس قوي. بدنيا ابتدى لعيبه الزمالك تبقى افضل، بتكمل المباراه لغايه اخر المباراه. التشكيل بقى بيتحط كويس، التغييرات بتتعمل. فاعتقد ان هو في الفتره السابقه نتائجه حتى في المباريات اللي خسرها كان هو اللي بيبقى افضل من المنافس. عايزين برضه يا كابتن نضيف جزئيه هامه اخرى، الا وهي الهويه او الايدنتيتي بتاعه المدير الفني، ازاي يقدر يطبقها او يشربها للعيبه بتاعته. واعتقد ان الهويه بتاعه نادي الزمالك بتنعكس على شخصيه جوميز، ان هو قادر يوصل فكره للاعبين.
طبعا، واولها الاستحواذ. الزمالك كان بيفقد الكره فترات كتير قوي، انت لو خدت بالك اخر فتره مع جوميز انت بتستحوذ بنسبه من 70 ل 80% في المباراه، ودي حاجه مهمه جدا. طبعا لازم يبقى عندك فعاليه وايجابيه على المرمى، ولكن فكره ان انت الكره تبقى معاك، انت بتضمن الكره ما يدخلش فيك هدف، وفي نفس الوقت بتبقى بتبني الهجمه عشان تحرز هدف. فدي اي فرقه كبيره لازم يبقى ليها هويه فكره استحواذ، وشفناها مع فرق كتير قوي، يعني مان سيتي، ليفربول، كل دول لما بينزلوا مع الفرق الاضعف انهم بيبقى نسبه استحواذهم اكبر. فيما يخص التصريحات والنواحي النفسيه للمدير الفني جوزيه جوميز، كنا بنتكلم على انه بيجيد التعامل النفسي وبيجيد التعامل في البريس كونفرنس او مع الاعلام. ففي الحقيقه كان ليه تصريح هام جدا عايز اخد من حضرتك ليه تحليل او وصف، يعني فيما يخص تصريحات جوميز امبارح. قال لك حسابات او نادي الزمالك حسابيا مش خارج المنافسه، ورغم ان الامور صعبه ولكن نادي الزمالك داخل المنافسه. هل شايف ان ده تحفيز للعيبة وخلق دوافع جديده ولا؟ طبعا ما ينفعش ان هو يتقال. احنا بنقعد نقول ان في صعوبه، صحيح. ان احنا المباريات بقت قليله، الموضوع مش بايدك، عارف؟ لو الموضوع بايدك عمرك ما هتقول كده. في صعوبه، احنا ما قلناش في استحاله، في صعوبه ان انت تحرز الدوري، ولكن لازم يبقى في دوافع للعيبه اللي انت عندك. قلنا حتى لو قدر الله ان الزمالك خسر الدوري السنه دي، انت عندك بعدها على طول السوبر افريقي، فلازم تبقى مستعد، خلق دوافع جديده للعيبه، خلق دوافع، ولازم تبقى برتم ان المكسب يجيب مكسب. ما ينفعش ان انت تبقى ما تهبطش اللعيبه، بتنهي الدوري او بتفنش وانت علشان ما عندكش امل مثلا في الدوري، صحيح. عشان النقاط بعدت، ان انت تخسر او تخلي مكانك مش في الوضع الطبيعي. لازم تبقى في المكانه اللي هي لو في اسوأ مقاسمك ان انت تبقى على الاقل في المركز الثالث، ما ينفعش اقل من كده. يعني جمهور الزمالك مش هيقبل اكتر من كده، اقل من كده، لان لو احنا نظريا او رقميا هنلاقي ان البيراميدز والاهلي، بيراميدز بعد بصوره كبيره قوي في النقاط، فطبيعي ان فرق النقاط مع عدد المباريات المتبقيه باين الاهلي وبيراميدز هم اللي هينافسوا على الدوري في الاخر. فالزمالك هيرضى، اعتقد ان الجمهور هيرضى السنه دي بالمركز الثالث في سبيل ان انت تحرز السوبر افريقي وتحرز كاس مصر. هو جمهور الزمالك دايما ما بيقبلش غير بالمركز الاول، ولكن الظروف خارج عن ارادتنا، ده اللي حصل. احنا شفنا الظروف والمشاكل، صحيح. وشفنا الاحداث، يعني خلاص الناس اتكلمت في احداث كثيره قوي، صحيح. ونقاط بتتخصم، ولكن في الاخر خلاص هو ده اللي حصل، وقدرت تعدل شويه في فنيه بصفقات جيده واكثر من جيده، ان انت حسنت الفريق. اعتقد بقى يا رب بس نحل فكره موضوع ايقاف القيد، لان انت طبعا محتاج في مراكز كتير قوي السنه الجايه عشان تبقى منافس رئيسي على كل البطولات ان شاء الله. ايه الاخطاء اللي جوميز محتاج يعالجها قبيل مباراه فرقه؟ الاخطاء الدفاعيه، في مشكله في التمركز، في التمركز، في مشكله في الارتداد الدفاعي، لان انت بتحتاج. هو دي فعلا النقاط اللي جوميز اتكلم فيها مع لعيبته الترانزيشن، وقالها كمان في المؤتمر الصحفي. احنا يعني انا بشوف والموضوع كمنظومه كامله، انت اصل انت في الاخر انا مش بحمل الدفاع فقط، صحيح. انت لما بتتكلم من اول راس حربه لازم يدافع كويس. انا شفت كوره الناس اللي بتتكلم بيقول لك عبد الله السعيد اصله ما بيدافعش، في كوره في دقيقه 51 من الشوط الاولاني كانت هتبقى هجمه خطره جدا على سيراميكا، اللي بيقطع الكوره عبد الله السعيد، راجع بقى من هجمه للزمالك راجع بيقطعها. فده يوضح ان الموضوع بقى مش سن، ولا موضوع ان لازم المنظومه الدفاعيه بتاعه الفرقه كلها تتحسن. لان انا بقول لك انت ما عندكش مشكله هجوميه، صحيح. انت عندك بس لازم تظبط التنظيم الدفاعي افضل من كده. بس اذن يا كابتن، محتاجين نروح لموضوع حلقتنا مع جمهورنا العظيم. اتفضلوا يا شباب. موضوع حلقه النهارده كان وجه رساله دعم لاحمد سيد زيزو بعد تالقه في فوز الزمالك على سيراميكا بالدوري. البدايه من عند محمد السباعي. مساء الخير عليك يا استاذ احمد وعلى كل فريق العمل. زيزو لاعب من طراز فريد وعنده ثبات في المستوى وعقليه احترافيه كبيره. زيزو لاعب مصري لكنه بشخصيه اللاعبين المحترفين، ويا ريت الاجيال اللي لسه طالعه تعتبره قدوه وتتعلم منه. بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. احمد عبد الله محمد بيقول السلام عليكم، مساء الخير عليك يا احمد. زيزو ايقونه الزمالك في الوقت الحالي، وخير من يتسلم القياده من الاسطوره شيكابالا، مش بس جوه الملعب، هو قائد خارج الملعب. زيزو صنع في الزمالك كلنا، زيزو صنع في الزمالك كلنا معاك طول ما انت شايل الزمالك في قلبك، انت في قلوبنا يا زيزو، ويا ريت تشيل بطوله افريقيا وتكون الامل الجديد لشعب الزمالك العظيم. بشكرك يا استاذه اسماء عبد الله محمد، شكرا جزيلا. احنا برضو نصحح هنا الاسم، اسماء عبد الله محمد سامح عبده بيقول مساء الخير يا كابتن احمد،
منور شاشه قناه الزمالك. احب اقول لزيزو انت دائما متالق وانت احسن لاعب في مصر وافريقيا والعالم العربي كله، انت اساس نادي الزمالك، اتمنى منك التجديد والبقاء في نادي الزمالك وكل الدعم والتوفيق يا نجم، ولكل الفريق احنا جمهور الزمالك العظيم دايما وراكم في كل مكان وفي اي ظروف. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا. هي سماح عبده مش سامح عبده. طيب اللي بعده، في تفاعل على فكره من العنصر النسائي، فدي حاجه جميله، دايما متعودين احنا على الشباب بس كويس ان العنصر النسائي بدا يدخل معانا. محمد الديري، مساء الخير يا احمد، مبروك الفوز على سيراميكا كليوباترا 4-2 في مباراه ممتعه ومثيره من الفريقين، الحمد لله على الفوز. اما بالنسبه لتالق احمد سيد زيزو، سوبر زيزو بيحرز هدف وصناعه هدفين، فهذا ليس غريب على نجم الفريق في اخر 3 سنوات. بنحبك يا زيزو ودايما بننتظر منك التالق. بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. منافسه كبيره النهارده بين العنصر النسائي والشباب، النساء داخله معانا بقوه ودي حاجه اكيد بتسعدنا. خالد العطار بيقول مساء ابيض بخطين حمر عليك يا احمد، رسالتي لزيزو انت افضل لاعب في القاره السمراء وفوزك بجائزه رجل المباراه تستحقها عن جداره، قدمت اداء ومستوى عالي جدا واتمنى تستمر على مستواك الرائع، كلنا بنحبك يا افضل لاعب في مصر. زيزو ابن مدرسه الفن والهندسه، الزمالك اسلوب حياه. بشكرك يا استاذ خالد، شكرا جزيلا. كابتن تامر، يعني فيما يخص بقى الحاله العامه لنادي الزمالك قبيل مباراه فاركو، بتشوف ايه ابرز المطالب اللي جوزيه جوميز هيبتدي يتكلم فيها مع لعيبته؟ وكلمه اخيره من حضرتك. اعتقد ان هيطالبهم ان هم يستمروا في الفوز، قلت لك الفوز مهم جدا في المباريات اللي فاضله لنادي الزمالك لاخر الدوري. اتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تبقى مركزه، يعني ان هي دي بتبقى بدايه، بدل ما نبتدي من السنه الجايه نبتديها من دلوقتي ان شاء الله، ويبقى خلاص ساعتها جوميز عارف مين اللعيبه النواقص اللي موجوده في الفرقه واللعيبه اللي هتمشي واللعيبه اللي هتكمل. فاتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك، واتمنى ان المشاكل تقل، لان كل ما الزمالك بيبتدي يقوم بتحصل مشكله بقى سواء اداريه، ومشاكل كلها سابقه يعني. فاتمنى بقى ان الزمالك يبقى فيه استقرار علشان قدرات اللعيبه تبان اكتر ان شاء الله. كابتن تامر، في الحقيقه كعادتك شياكه وتالق، ودايما بنستمتع بوجودك معانا في قناه انا اللي مستمتع، وان شاء الله نتقابل قريبا ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. المحلل الرياضي كابتن الكابتن الكبير المتالق الكابتن تامر صقر، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله وحلقه جديده من برنامج اخبارنا. السلام عليكم.